تحية طيبة حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم خطوة إلى الداخل. الإنتاج المشترك بين شركة جيمي برود للإنتاج التلفزيوني وتلفزيون الساحل. هذه المرة من ولاية البراكنة نقدم الوجهة الثقافية والتاريخية للولاية، ونسعى من خلال هذه الإطلالة أن نكون على قدر التحدي وأن نساير أذواقكم من خلال الشاشة. الشاب لا بي عدل وتامر زين بيت عباليتين وبين الشرح ترخدان بيت عباليتين وبين الشرح ترخدان وقضى ذاك الحين على سبت المرا وقضى في الثاني من مايو الموافق ليوم الجمعة عام 1958 تحول الجزء الشمالي من مدينة ألاق إلى مخيم كبير قصدته الوفود من كل أصقاع موريتانيا، مؤتمر ألاق التأسيسي والذي كان اللبنة الأولى لمخاض الحلم استقلال موريتانيا. المؤتمر الذي تم بدعوة من أحزاب سياسية حينها بغية الاتفاق على خطوة في سبيل التحرر لم يكن بالعمل السهل، حيث اعترف مؤسس الدولة الموريتانية الرئيس الأب المختار الدادا في مذكراته بقوله: انعقد المؤتمر في الوقت والمكان المحددين رغم ما اعترض سبيل انعقاده من صعاب جمة، وكان بمختلف المقاييس تجمعا كبيرا للموريتانيين فقد توافدوا من كافة أصقاع البلاد. مضيفا في جزء آخر من مذكراته: رأيت أن أثير كافة المشكلات الساخنة المطروحة على بلدنا وعلى المستويين الداخلي والخارجي مثل الوحدة السياسية وموقعنا في السياسة الفرنسية وتعليم اللغة العربية ومساواة جميع الموريتانيين أمام القانون، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والخدمة العسكرية والعلاقات مع حزب التجمع الأفريقي والتجمع الديمقراطي الأفريقي ومع الاتحاد الفيدرالي المالي الذي هو في طور التكوين ومع المنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية. وحسب الرجل فقد كان هذا المؤتمر خطوة أولى في اتجاه فكرة الاستقلال والتوحد، وهو ما صدقه نيل موريتانيا الاستقلال التام بعد عامين من انعقاد المؤتمر، ولم تكن ألاق حين سوى تجمع سكاني بسيط حسب المؤرخين. الدور الريادي والثقافي لمدينة ألاق لم يتوقف عند هذا الحد، بل شكلت حينها حاضنة شعبية وسياسية لفكرة التوحد والخروج من سطوة المستعمر الفرنسي الذي استخدمها لفترة زمنية كمركز لعملياته في تلك المنطقة. لولاية البراكنة بشكل عام أو ألاق بشكل خاص قصص مع المقاومين، وإن طغت قصة الشهيد والمسيك على تلك القصص، حيث سجن والمسيك داخل سجن عسكري بألاق ما زالت أطلاله شاهدة على تاريخ مليء بالأحداث يحفظ للرجل ذكره وللبراكنة بشكل عام دورها في صناعة التاريخ. بداية مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بضيفي الكريمين. مرحبا بك الأستاذ العمدة المساعد الشيخ عبد الله والعمر والسيدي. معي إلى اليسار الأستاذ القاضي ولد الدين دا أحد وجهاء ولاية البراكنة، مرحبا بك. بداية
سيد عمدة، نختار سؤالكم عن البعد التاريخي لمدينة ألاج، ما هو الدور الذي تلعبه كجزء من موريتانيا خلال 60 سنة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. أشكر في البداية قناة الساحل على هذه الاستضافة، هي أول قناة دخلت قاسة المواطنين وشر بلدهم واستضافتهم إياك. تبرز من ذلك من خلال ذلك اللي دور المواطنين واهتماماتهم. ألاج ما قطع يكون بالتاريخ عظيم به اللي فيه كانوا أناس خلدوا، وذاك المناسبة تم ذاك من عند جيل الجيل ينين إلى من الأهلية أهلوا شاركوا القضية الأول اللي بعد قاع مناسبة اللي نقاله تكوين اللي نقاله موريتان هو مؤتمر ألاج التاريخي عام 1958 اللي كان نواة اللي نقاله الاستقلال، وشاركت فيه جميع موريتان جات هنا واستضافت هنا في ألاج هنا تجاهها، وكان حدث عظيم به اللي كان هو نواة اللي نقاله استقلال موريتان. طيب أستاذ القاضي الجديد، ما هو التطور الذي شهدته المدينة انطلاقا من مؤتمر ألاج التأسيسي؟ في الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. حقيقة ذاك المؤتمر عنده ياسم الإيجابيات، لأنه هو استقلال موريتاني خارجي، من ثم من 1960 استقل الاستقلال التام. بعد ذلك حقيقة هو واحد اللي قد يحظى جميع موريتاني يستقبلهم فلاي، استقبل اللي ما هو عن طريق الدولة ولا عن طريق ولاية، عن طريق قبيل قال لي جيبوا جاءوا إلى الدرار والتيرف والتقانت والحوضين كرقل والعصاب والدماغ. لما موريتاني كامل استقبلت قبيلهم فلاي باسمها من أجل ذلك الاستقلال الخارجي. وعاد عنده دوافع حسنة، لأنه عقب عاد الاستقلال التام سنة 1950، وعاد هو حقيقة وحكمة ينقال له خلاقة موريتانيا في المدينة اللي هي. شنو أهم الأحداث اللي مرت بها مدينة ألاج عقب المؤتمر التأسيسي؟ أهم الأحداث يكون بعد جاء خلقت عندها موريتانيا. يعني أمريكي كانت قال له كوماندا سيركل عقب تعادت ولاية، صار اسم الولاية ولدت عقب الاستقلال الموريتاني، ومن ثم تطورت كتطور موريتاني. الصورة اللي مشات فيها موريتاني مشات فيها هي الولاية كالإنتاجات اللي وقعوا الولايات واللي استفادوا كاملين من الاستقلال، هي اللي كعادهم استفادوا، عادوا منها وزراء، عادوا منها مدراء، عادوا منها مسؤولين إلى غير ذلك. لا عاد كيف سير الدولة كاملة الموريتانية مشات فيه. شنو الميزات التاريخية اللي كانت تتميز بهم الولاية بشكل عام انطلاقا من المقاطعات الخمسة؟ الولاية كانت تتميز أصلا سابق الاستقلال قبائل شتى، وحياتهم حقيقة وحكما العلم والدفاع عن الشرف وكرم الضيافة والدفاع عن الأرض والملك ساعة التراب، تملك القبائل بالدفاع عن الأرض وحدودها. وطبعا أساسا اللي فيها حقيقة يعتمد عليه هو العلم، حق هم شيء قالوا مسؤول جماعي وشيء قالوا القضاء، حقيقة هاي هم كانت تعتمد عليهم الناس. كل مجموعة عندها شخصين تقريبا، واحد شيخ عامة واحد قاضي، هاي هو كان نظام القبائل كاملة والبلد لكن كاملة مسائل كاملة مسائل. الأساسي بعد الدفاع عن الحوزة الترابية وشعاع العلم فيها، يعني هو حقيقة هو كان هنا
ويتس محمودي عندي نموذج مثلا يوضح اللي كنت تقول. الله هاي منطقة هم اللي قط عاد فيها محارة قال الكحلة تأسس سنة 1055 هجرية ليجي راجل قال حبيب الله والمختار من الله حبيب الله راجلي في الأسرة واحد أنا بيني معاه رجال ولا هو اللي مؤسسه آخر واحد بيني معاه خمس رجال قالوا حبيب الله والمختار من الله واللي أبو بكر واللي بياي وحقيقة مؤسسة المحارة اللي شعاعها بلغ ما بلغ في العالم كامل ثم بعد ذلك قبوه ابناء وأحفاده تم يدرسوه وأقوى رجل في العلم هو راجل قال حبيب الله والقاضي عدل كتابين واحد قال له طرد حبيب الله على الشيخ خليل واحد قال له طرد حبيب الله على أبو محمد وهذا توفى سنة 1040 هجرية ما بعد خلف راجل قال له محمد محمود حبيب الله والقاضي عاد هو عميده قوي حقيقة بلا علمه القبلة مش شار محارة القبلة عاد الامتحان الراس وكل محارة محمد بابا والعبيدة طبعا زمان محارة القبلة كاملة كلها إياك يا عافية كانوا قد يقعد المحارة وقد يقعد الإفتاء ولقط إفتاء في حكم ما 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 وعقب عليه ما عقب عليه إلا يوم قضى هو هذا توفى سنة 1277 هجرية وعاش 71 سنة عنده من التواليف عنده مفتاح المرتج على الفاضي نظم من منهج عبد الرحمن الزقاق الفاسي عبد الرحمن الزقاق الفاسي كتابه هاي اللي قال له المنهج عدل عليه ميارة تكملة قال تكملة المنهج شرحها هو أيضا وعنده كتاب قال له شرح المفيد وعنده نواسب وعنده كتاب قال دعوة الفلاح لما سألني النكاح أنا هو ده محمد أحمد عنده خمس ثواني وجد عنده هو هذا قطو قلت لك توفى سنة 1277 قطو قالوا له قد عمل الشعراء في المتح موجود عندنا قال له مختار خلي الديماني كل المحامد أن تظلم دياجيها هذا ابن نجدتها ركاب ناجيها طلاع أنجية حمال ألوية بشرى المحامد بالدنيا وما فيها صعب البديهة مرضي الخليقة بل أو الخليقة يرضيها يواسيها قال لهم هناك صاحب تنطع هذا كامل الله محمد الحمد لله الحمد لله بقول السلام عليكم والسلام عليكم ولا عمري على كل الأمور مقدم سلام محب يشتهي بلقائكم وإن غاب عنكم ساعة يتألمون فأنتم ملوك والأنام رعية وأنتم شموس رعية أنجم وما العلم إلا ما التعلم عندكم وما المجد إلا مجدكم والتكرم هداة هداة للوراء وإمة وما أحد إلا لهذا مسلم وإن حاول الساد ما نسركم فللشمس ضوء ليس في الصحو يكتب وهذا كي قلت محمد حمود هذا هو هذه هي نبذة من حياته. طيب مندرا كان هي مندرا تقريبا ش تميزت به الولاية من في مجال المحاضر المكاتب مكتبة كتاتيب تاريخية خاطية صفرة ولا هو هذا تفرع عنه عدة محاضر في المنطقة هم محاضر قال محاضر في حاج أحمد الوزان قال له الفرع هي موجودة حالا في بلد الطيب محاضر قال للخيمة البيضة هاي راجل قال له حمود والمحمدة شجرة مدينة في خشوش قلت هذا أسلام أما الرجال اللي تخرجوا على يده في موريتاني ما يوم هم يتفقون حاطوا اسماء واحدة منهم رياسي من أنا فيهم بعد فيهم تقريبا شخصية كبير فيهم محمد ما العلامة هو آه
الشيخ محمد المامون، شخصية كبيرة، الشيخ محمد المامون، محمد عبد الدائم، محمد بن الخراشي التنداوي، خشوي عبد الله واحد من الحاج، مختار فارب الإبراهيم فارب برنك برنك بركني، محمد جدو لقلانا غلاوي، محمد فارب محمد فارب دروات، محمد أمين الشيخ محمد حجاج، أحمد محمود ولي الداد داب الحسين، محمد عبد الله والوداد يديكم، محمد سالم ولي كا الحاج الغرب، أحمد علينا ولي أحمد الهادي تمدك، محمد ولي أحمد زيدان تجكانك. هذا هو اللي تخرجوا عليه كل ما عقب عاد ما انطقتوا عندهم حارات عن طيب شكرا. لين تحولوا شور سيد العمده. سيد العمده، ما هو مستوى التعايش بين شرائح المجتمع انطلاقا من جغرافيه الولايه لكونها حدوديه بعض الشيء مع جار السنغال؟ شكرا. الشرائح هون بلاق هون شرائح الداخل ولا بينها أي مشكلة يهدي كلها يتخلصي بين 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 جنوب كيف بلدية بزر جنوب كيف دبانغو، هاي الناس كلها عندها أسر هون وعندها أسر وكذا، نفهم السجام بين الأسر جميع بلدية هنا تجاهها، وبالتالي عود ذاك هو الواصل بينهم كاملين ولا فهم أي مشكلة، والناس هون تعايش جيد ولا في هيجة. طيب لهي نبقاو الآن مع مشاهدينا الكرام نقبضوا بعض آراء الساكنة المختلفة طبعا حول هذا الموضوع. طبعا مدينة لاك تعتبر إحدى أعرق المدن الموريتانية وذات تاريخ طويل ومديد ذلك، وطبعا أحسن دليل وخير على ذلك هو احتوائها المؤتمر لاك 1958 الذي كان الاستقلال الموريتاني أحد ثمراته. كذلك الموقع الجغرافي لمدينة لاك يعتبر موقع استراتيجي وموقع يعتبر مركز للتلاقح كل ثقافات البلد، ذلك أنها تعتبر في وسط البلد. فبالنظر إلى ساكنة مدينة لاك نجد أنها مكونة من كل المناطق في البلد، طبعا لها قيمة ثقافية كبيرة، فقد خرجت هذه المدينة عدة أعلام في المجال الثقافي في المجال الأدبي أساسا، خاصة في المجال في الأدب الفصيح والأدب اللهجي أيضا كالعالم الأدبي الكبير الشيخ المكين ومحمد البوب أيضا. كذلك خرجت سياسيين كبار تقلدوا مناصب جد مهمة في الدولة كالوزيرة السابقة بنت بوب ومعروف والشيخ عبد الله أيضا كان من الأعلام السياسية لمدينة لاك. مدينة لاك تعتبر من ناحية تاريخية مدينة عريقة لأنها كانت قبل الاستعمار ولديها أبطال مقاومة معروفين في التاريخ كبكار والسويد أحمد والعديد من الأبطال الذين كانوا قليلين عن التعريف الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل الاستقلال، كما أن مدينة لاك احتضنت مؤتمر الانعتاق سنة 1958 الذي كان ممهدا للاستقلال والذي يعتبر الركيزة الأساسية للاستقلال الوطني، لأنه ضم أن لاك الراعي الأول تأسيس مختار ودادة والمعروف للشيخ عبد الله. باكنة ولاية ثقافية بكل ما فيها الكلمة معنى، باكنة تحتوي على ثقافات إدة فيها الكوار بأشكالهم ولف وصنيك وقلاق، ولباكنة هي اللي منها كانت أول بداية وأول شؤلة الاستقلال اللي به للاستقلال التمهيدي كان هون، ومنها كانت أول تأمار تخبط ضد المستعمر. لباكنة هي ولاية ثقافية بكل ما بكلمة معنى، ثقافية صب حضاراتها، ثقافية بناسها، ثقافية بكل شبه فيها. فينا ربما في المدينة بعض المباني اللي ما هي زينة حتى ولا هي مناسبة، يقال ذاك ما نتيجة لأن نحن عندنا هون شم ذكور حامد ولا يعتبر أن التاريخ يلا يتم الدبل وما يقيم. من المنازل اللي هي للواجهة وتؤود بشكلها المولايق وزين عدم تمشكلة ذلك وتوديه اللي أن تمثل لهم تاريخ بحد ذاته اللي نحن هم التاريخ. لباكنا هي البداية اللي فيها الثقافات تدمج وتتكامل وتتوافق بما بينها صوصة كلها
يصوب بيضان ويسكوا. إذا لين عودوا نرجع لك سيد العمدة. إبان فترة الاستعمار شكلت مدينة ألاج منعطفا هاما في سير الأحداث، حيث سجن فيها آنذاك تحت عهدة الفرنسي المقاول المشهور والمسيكة رحمه الله تعالى. ما هي أهم الذكريات التي تحتفظ بها ذاكرة الجمعوية لهذا الرجل؟ هذا الرجل كان مقاوم وكان عنده تاريخ حافل بالأحداث، اللي كان مناضل وفي وكان ضد المستعمر، وكان دائما يقوم شمن مقاومته، كانت مقاومة وطنية به اللي زعزع هاي الناس، هذا القزاة اللي كانوا هون زعزع من تحتهم ولا خلاهم يهناوا، اللي كل ما كانوا في بليدة يجيهم عدلهم يقوم عملية يفاجئهم بهين، بالتالي عاد هون مقاومة بطل هنا في براكنا هون تجاه والناس كاملة. صار عنده مقولة شهيرة يقول للجار السجن ذاك هون، قالوا عنه قالوا من صار عن السجن حاجة دي الناموس والحمان، إنه قال هو ذاك يقوله للذي اللي متخرف ذاك المقولة معدل ذاك جبانجو بوجي محمود. هذا الشير اللي صلابته هو هي صلابته، لكن ما أقوله نعم صلابته قوته كله يعرف إنه هو ما هو لا يخرف، وقال هذا هو يمكن ما أقوله كانت شهيرة وكانت ودرجة عارف تتعاطاها الناس صركاتية. ولا إلى أي حد كان يصل تعاطف المجتمع أنا ذاك مع الشهيد طبعا والبسيكة، خصوصا ظل قبض الحديدية المستعمر أنا ذاك. كانت معاملة الناس هنا معها معاملة حسنة، تعاطف معها. أنا والدتي شدات يرحمها كانت تقول لي إنه قط جاهم هنا في طيبة هنا نازلين طيبة، وكانوا يزودوا شيء من المواد كيه التاي وكيه يعرفوا معرفة واضحة، وغير كانوا متعاطفين معها بالتالي ما عنده أي مشكلة، حتى إنه جابر معهم هنا تياه كل زمن أزمينه هنا تياه. طيب ما هو الدور الذي لعبته المدينة اجتماعيا وجغرافيا في دعم بوادر المقاومة خلال تطور النشأة مرورا بالمرحلة الأخرى؟ بوادر ما هو الدور الذي لعبته المدينة اجتماعيا وجغرافيا في دعم بوادر المقاومة خلال طور النشأة مرورا بالمرحلة الأخرى؟ بوادر كانت على شكلين، هم الناس هم شي منها هاجر عن المنطقة قاع، وهون شي منها كان يناضل من خلال المحاضر اللي كان يابا يخلي الشاشر الأولاد يقراوا في المدرسة ويديرهم دائما في المحاضر. محمد كان تم مقاومة حتى عنهم ما كانوا خلوا تركيا يقراوا في المدارس حق بعد ما كانوا خلوا مستعمل ما كانوا خلوا الشاشة اللي يقراوا فيها، كانوا دائما تمدين على المحاضر والقضايا التقليدية اللي كانت عندهم أصلا. ما مدى التأثير الذي سببه المستعمر للولاية اللي هي ولاية البراكنة، نظرا لكونها كانت فترة معينة مركز مهم يعتمد عليه المستعمر في تحركاته داخل الولاية؟ تأثير ما نعرف تأثير، هم تأثير لأنه هو يفتحون المدارس عقب ذلك حتى توجد الناس شيء ما شور المدارس وعتتقرية ابنائها فيهم، وفما تياه المنشآت براكنا هنا تياه ما خلى لها حكما اي منشأة هنا تياه تنشاف، ولا ما فهم شي قبال ذاك ويوض كان خلى المستعمر هنا تياه مقاطعة هنا تياه ما خلى اي منشأة هنا تياه منشآت هي بنا مدارس هنا تياه في البداية، مدارس ومارك اللي مازالوا قاعة قائمة، واللي بعد حاجة
وهاي الولاية اللي هي بلدها ماتيو ياسر من قاع ودقدق ورمم ترميم جديد. طيب ختاما في ختام هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريمين السيد القاضي ولد الديدة وجيه من وجهاء ولاية البراكنة والعمدة المساعد لمقاطعة ألاق المركزية السيد الشيخ عبد الله والعمر والسيدي، شكرا جزيلا. شكرا. كذلك بدوري أنا أشكر قناة الساحل لهذه الأعمال البناء لصالح الشعوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة الأدبية، الفقرة الثانية من هذا من هذه الحلقة وهي الفقرة الأدبية، نستضيف فيها الأديب الشاب أحمد والمحمد الشفاقة. أهلا بك أحمد. خصصنا هذه الفقرة مشاهدينا الكرام للأديب الراحل الشيخ والمكين رحمة الله عليه. بداية بداية أحمد تعطينا نبذة عن أديب الشيخ المكين. تربى تربيته الأولى في المحاضرة محاضرة الكحلاء الصفراء الشهيرتين، ولده طبعا من أسرة وازنة اجتماعية، وتربى ذيك المحاضرة وأعطى فيها فترة، من قال عنه تأثر بشي من هلقيد من المنطقة القبلة جاءوا المحاضرة وكان هناك هو السبب فعنه هاجر معاهم شهر ما قطعت قبله. تربى طبعا وقام الصغر هو أديب، وهو نبقى نصحح معلومة قالت عن الشيخ تقول عن الشيخ المكين، ذكر بعض الباحثين بعض تذكر عن الشيخ المكين عنه ما قال لغنا سابق مشي عن المنطقة. الشيخ المكين قط قال له شيخه عن اللي يعطيه جهاز تيام بمعنى عطلة يتنع عطلة تلاميذ، وقالوا بشرط قالوا شنو قالوا تقول لي شيء اللغنة تذكر لي فيه معالم للمحارة اللي انتوهينا لك سعرة. والشيخ مازال صغير وذا في آخر حياة أديب كبير في المنطقة نقدر من روش ملادهم قالوا البول مي وقالوا طلعتين من دبير مظاهرات على قاف ما أعتقد وقت قاف وقت ذات اللي ذات هاي العقل دل من الدنيا فوات الدار تبدل ولا تحرد محمد من المنازلين عد وقلوا المنازل عند النطفية متل وقت ذات اللي ذات هاي العقل دل من الدنيا فوات الدار تبدل. هذا هو دللته ياكنا الشير عن الشيخ المكية عنه كان أديب قبل أن يهاجر من هذه الأرض إلى أرض أخرى. شنو أهم المميزات اللي كان يتميز بها الشيخ المكية؟ الشيخ المكية من أهم المميزات اللي يتميز بها الشيخ المكين قاع حصل مميزات الحقيقة إذا قلنا لنا عدل يعني ظلمنا أهمها. الشيخ المكين رجل يتميز عن ياسم لدباء الأخرين بعنه رجل وازن اجتماعي، ويتميز عن لدباء الأخرين بعضهم ربما بعنه رجل قمة في العقل، وعنه رجل حاضر في كل ميادين الحياة بما فيها سياسة بما فيها الأحوال الاجتماعية بما فيها كل شيء يدور في السياسة كان الشيخ المكين حاضر فيه، أعطى فيه رأيه إما نظرا وإما وزنا في الأغنى اللي قال الشيخ المكين. الشيخ المكين هو اللي عنده مميز عن رجل من العلم، حتى قال عن واحدين اللي هو أبعد من ذاك يقول عن رجل صالح. الشيخ المكين مميزاته حصل حقيقة عن لا ينكر انه باطل النماذج بالله. طيب شنو هي المراحل التعليمية اللي مرت بالشيخ من نشأتي؟ كيف ما قلت لك ديك الساعة طبعا الشيخ وجيل ولا جيل سابقهم ولا جيل اللي وراهم بالقرب منهم تربيته وتعليمية تقول لها المحاضر ويميزات خاصة من الشريحة الاجتماعية من هو الزوايا عن الطفل من يعود أول شيء يبدأ به الحياة وقراية المحاضر. والشيخ المكين كان يقرأ في المحاضرة من عرق المحاضر وشوهد فيه ياسر من الذكاء والعبقرية ولذا كان متميز في دراسته. ما كان في أمثلة على الذكاء مثلا؟ ما نستحضر فيه أمثلة غير ما خارجش قاعد العقل الشيخ وذكاء أكثر من حنكته وعقله وذكاء في الموزون، ولين وصلوا درسوا في حفكة الشيخ وعقله والموزون طبعا عنه مرحلة من مراحل العقل
من ذا كان الشيخ كان يعلم الأدب؟ الشيخ كان بعد ينقد يدعود قطع له يغير يدعود يغير أكثر فيه بعد عنه ينقد هم اللي من الناس اللي نقدوا له أملس. الشيخ ما هم الناس اللي يفرفر النص ياسر متفرفير قال عنه قط مرة جاب له رجاج نص موزين عنده قالوا ذاك ما سمعت ومن درا هو من علم الأدب الرواية اللي كانت محل إشكال وقال لغنا في حد ذاته ونعرف عنه موهبة وفهم طريقة تعلم القولانه في الوزن هل غير دائما الشخص اللي مغني دائما يقول رابي في بيئة من المغنيين والله بعد اللي قريبا الشيخ الهكي قلت لك عنه ذلك راجل في آخر حياته قال يقول لأمي أديب متميز قام أدبي كبير ولا نعرف كانوا تأثر به قد نعرف بعد عنه أول شيء قالوا الشيخ من غناه نعرض عليه وقال هذا الراشد قال عنه ينقال عنه قال هذا الراشد اللي الحمد لله الماني يدركون اشترك معاه زمن لغنى في تجاهل يعود أغنى من ترى خالقة مثل عيث نسمعها على أنه من يتري يعلم لحد لغنى والله يقول له حد يعلمه لغنى يوصي ما نعرفه ما نقبال مستحضر على غير يوصي بعد على ثلاث مسائل يتحدى بيهم منها عنه ما منها عنه مثلا ما يفوت المقصد ينقال عن هو الشيخ طبعا عنه تأثر بدرس القبلة الأدب وينقال عنه أنا لا أستبعد عن الشيخ عود كان يطرح هذا الطرح ويلي الأستاذ معلم الشيخ الدار كان يقول الشيخ لا تشمت ولا تشوف مقصد ولا تشوف مقصد تبغي تقول في شيء ما قلته ورذاك إلا بقيت تنشره ولا بقيت تخلي بينك وخلاك وإذا يقول عن مجيك القريحة عبد الجديد عنه يشوف مقصد يقول في شيء لا يقول في شيء قولوا خليه راسك والله قولوا خليه المتلقي ومع أنك بعد تقول في شيء ما تعود تطبب قريحتك عنك تفوت عليك رواية ما قلت فيها من درا الشيخ والمكين ايش قدم الولايات لبراكنا قدم لها أول شيء قاعد عن الشيخ والمكين ما لقد تقعد جماعة من البيضان ما ذكر الشيخ والمكين يعني بعد تحدث ذي المجال اللي قالوا لدب لكن قد يعود راجع لإبداعاته والله يغرده والشغل ما كيجي في تلقائية مرتبط بإذهان الناس بالولاية فهمت بالوراكنا ولذا قدم له هو شيء من الشهرة عند البعض اللي قاعد يدرس ما كانوا مهتمين بالولايات على سبيل المثال الله يسمي الرواية فما وريني يشبر الشيخ المكيجي اللاعب بعد بينهم رابط بينهم هم والولاية شيئا ما عن الشيخ المكيجي لك رجل الولاية والمهتمين بالأدب داخلهم تخلع تزاد عندهم أهمية الولاية عن ذلك الطريقة ومن درش قدم للأدب الحسن قدم له قاع رصيد ما يوفه من طلع زينات ورجال زين مثلاً لسبيل قدم أعطينا نماذج من نصوص الله شو اسمعي وعر الحاجة ذا العام باد لحق الله حقوله مكات وهل وياج فيه عاد وشطنهم وعر الحاجة وكان اللي حاجة فيه عاد لهلو فيه بلا حاجة يكون أنا وحدي فلان اشطل من وياجهم على الحاجة حتى كان يجي من تدولاجة إذا عاد الدهر على حال الدهر من عرب مزال وبلا باس عيد التحجال وبلا فيه الناس تنقاس مزال مزال إذا قال يبقى حد بلا باس أنا بعد بلان ما قيس لنفك نوعد بقاس الناس نختار نقيس لا يكفي من الناس والناس واق توقف عندي طلعة ما أقرب فلبها في غرض أنا بعد ما عرف حد كانوا متعداد الناس كان باط عند الشيخ ارتباط بكثير ما نحن واهل اطحنا طيب ايش تعرفت الادب لبراكنا رواية مهمة السؤال مهم ادب لبراكنا فيها ياسر من الادباء اللي مالك الذاكرة الجماعة ويا الناس تقريبا من هو البول مين كنت اقول لك البول مين تربطه هو والشيخ والمكية قرابة مقريب نفس الفخر تقريبا وعاش سابق طبعا دركوا في عقاب حياته عنده ياسر من اللغنة اللي ما لا يليق عنه نحكي في ياسر من البلايس اللي فيه قطاعات تتعلق بالأمور القدرية وكذا وكذا ولا كل يؤذي الناس هي من غير عنده شيء من اللغنة يتعلق بالأغراض اللي تجمع الناس على سبيل المثال هو يقول نعرف عني خالق بول أمي تعرف عني خالق اللي أتمن بغيك بعد اللي ما كنت خالق اللي يري وزلت خالق اللي
ولا يقدم لي ويا سلمان من اللي قلت عالم بيه خلق لي دخلي نعرف عن اللي تسلكت من كلامه يا خلق لي ويقول تركز وأولاد أحمد وعادل هم أولاد بيرزاد بديت عليهم وعلباد دحنا والحجاج رجاج ويه الصام خبر في التلواء واخترتك عما علاج تركز وأولاد أحمد وأولاد بيرزاد والحجاج زين حتى هذا في الغزل هذا في الغزل جوانب أخرى أرى أن تطرق لهون تجاهها قد لا يكون من المناسب وعنده بعد فيها ياسر من دغنا والله في من أخر إسماعيل بن محمد الإشفاق ورجل درك الشيخ المكيين وذكرناه قالوا عنه واللي يقول كافين منبط الشبور والوشت وحك حاسي لجيت معرق بعد بور ما من قد الحاسي واللي كثير من النصوص ونعرضه ما استحضرت من شيء رجل بعد انقامات لدى الكبار وفي صنيب والبوبكر اللي قدمت كل ده في الولاية نالك هو اللي يقول علمني مولانا يا حد حضر لغوي ولاد أحمد وجبر من الصبور قد زر المحصل لك صاني داخل المجاري حسنة حرطاني مجروح وضاني يدني مشي بعد شد زد ونزد في الحرطاني واللي يقول ماني تاهم كنت من ملاك فيه من التعلاق اللي خلاق قد اللي جبرت فيه الخلاق يمس عند اللاق خلاق ولا الولاي خوف عضاك يبقى فلاق من اتفاقي تأني فلاق من أمرين أبو اللي باقي ومرمو اللي لوجه الحسين اللي يخلاقي تشتاقي وتم الله فلاق لي نرقى فلاق لي لاقي وفيه أديب واللي حتى عن الولاي يمشي مو عالم به والعبدي واللي يقول هذه دار الونسة الأفصاء فوق علي بات الموسى قاع وهذه دار من اللي الأفطار الحزم عليه الزق وهذه دار بدقة دار بدقة زين حتى وفيه محمد بوب محمد بوب يقول نعرف عني كاره اللي قعاد في بسرير وطاير اللي عاد الزاد ولازم يتفقى دهلي وتوحشت الخيام وتوحشت شوي جوخر زاد من الشمال وولاد مشان يتبسم وفروس السنين يشوف انقطعت من الشام والله قاع من الحرمين اللي ساوي فتح شيء ومحمد كانت عنده رواية منين يعود محمد بوب محمد بوب قطبه الشيخ طبعا شركوه مقطعات لا استحضرهم أضرك من الديمون والله زاد مالك من الديمون من الدشفع ما ريت اللي في قطاع وقاد يشد معاك اخبار شف اضرك من الديمون من الديمون والله زاد مالك من الديمون من الدشفع وما تعرفي الشيخ يتسمي ده فاطمه قال الدشفع محمد يافتك تقول لي الجوانب الاخرى الادبيه اللي ما هي غزل والله تبارك الله لاهي 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 بكاء يطلع عن الشيخ المكين فراه بتاع ديش من الابداع ما يوفر صحيح كانت عنده فيه روايه لاحظ غناه هو لاحظ غناه واحد اخرين عنه كان كان يعبد يتغنى بوكر يتبوا وكار اخرين ويتغنى بجمالهم عنده بعزتهم عنده لله حقن بخلاقه وتمكن واحد يقول انا ذاك الوكر نختار عنه الوكر الفلاني وذاك الوكر نختار عنه الوكر الفلاني اللي يعقب يلحق الوكر اللي يختار هو عد كان مصوده ذيك القيمه عنده هو منها مثلا ولو بعد من المؤجر كنت أقول لك بعد من بكاوة على طلاب بدار بعيربات خلات من الحيات بدار مقيرانات خلات من الحية وعاد الوكر بجارات وزوير الدنبية ذيكية وصل خلات من الحية وذرر صدر الوات ومن الملودية يفسد عقوب الزاد الدنيا ذيكية شوفي تصوان الشيخ وراني تصوان بالنسبة لي ظاهرة زينة يصون ميزة من الميزات الدار عنده هو عنده بها علاقة خاصة مثلا اغفر لي الشفاع دهر منظم الدوجة بالجال الدهر كراع العجول خوصنا واغفر دار بالأغراء ودولة بالنعمة اغفر هي قاع صلى الله عليه زين حتى ايو من هلار المشرع نبغيه يعرف عني وجد والمشرع يعرف المغلي علي يفيد من الأخبار اللي يعرف به تفو به انه غالي مشرع هلار سمعي لك وغالك تقول لك بيت والناخل مخليت الخيم هي قاع اللي قديمة في البغي والبغضمين ومن الماضي حزمي الكبار ولاقت نمره قد تخمين المشرع مورا وقامها فهمتي تم كل وكر يجبد عليه يجبد عليه للحق الوكر اللي دور لكن هو يقول غير في هلار اراه هو لك هلار عقب جاي وراه الشيخ تيروا عنه غير في هلار من قد نصرع الصوار الشيخ العلي من هلار ومن كذا ومن كذا التوجيه عند الشيخ المكين حاضر طبعا ولكن عندي منه مثال لأدب نحن ما فتنحقنا مرحلة من نتج نعود ونشدوا الأدب كل تجرد ونقول نقعد ونشدوه في حساسيات اللي لا بدنا نحتفظ بها
أدب أدب قط مثلا لاهي لاهي نتخطاو لي نحكو شنو غنى الشيخ توبا. هذا التراث موروث ثقافي مهم. أنا مع أنا وأنت متوافقين في الرواية. وبالتالي مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا متراقين من الناس اللي تراعي فينا. أنا إحنا لا حتى قطاعات القبائل حضرت تعرض لها لا يعود تعرض الحرب بينهم على الناس. لا 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 الحمد لله نحن مجتمعات بدينا لنرجع شوي للشيخ بعد على كلنا الشيخ سمعي فدي ذا مثلا الشيخ يقول ذكر ولدت تلاحظ عن طلعة تم قافس فيها أنا مش سمعت شوشين علي تلاحظ عن طلعة تم غارق فيها النفس من هو مجلسات الماضي تلاحظ معايا عن يطلع اللي نحكي عليه من ذا عن تم غارق فيه نفس من مجازات اللي ذكر في الرجل الماضي إذا 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 وفانا عنده الكرم ولدد والصبر ما خلي منها بلاصة ما عاد فيش الكرم ولدد والصبر والعلم اللي ما يجبر والتعداد ووسع الصدر للجار والعشيرة والغلظ اللي ما ينفق وتمعليم السريرة ماتوا والنخوة ماتلات ماتت وخيرت كبيرة والمعنى مات لين ماتوا الخيام الكبير راني نسيت لك أديب بعد مني كثير من الدباوي نسيت مع العلماء في حد منهم كل داع لقامة أدبية كبيرة من طراز الشيخ ولا قريب الشيخ ولي نحكي لك وطلع بمناسبة من بكاء على أطلال قال تيدوم وتمر كذا ودباء الولاية أصلا والله قال كل داع قال تيدومت موقع لحد تيدومت مر قلع ليبات سبحانك الواحد الذات اللي كانت من مرات الأرض وكانت من صدر صيد كانت تنشاف على رجات العين نرفد من مقيل لقفة خضرة والتمات في زرورته ودمه سواتي والتدشمول عن بشتات وغلاف طبيعة جميلة عند التدومة فرقيقات قطو عاد مختل واختي بإبليس اللعين ولمنات إبليس اللعين الضليل إبليس يرد الصيدات يغنوا والعيل والخيل تتلاوح يجمعوا لوقات الوقت طويل بلا مكيل وش ذاك يطيحوا حبات من التجمقت على غيد النيل ذاك من الناس في معلومة تاي بعدها يجري يدوفوا وبدأت تدوم نسكن لزالهم كواجي الكوري هذا موجب شمان قال بين جمعنا مولانا محمد فاضل والجمال والتغشمات وانا وراه سيدك محمد فاضل وراه وارك أديب كبير قالوا محمد فاضل بسيد العيسى الحمد لله ما زال حي طيب هذا حديث شيق صراحة ونشكر الأديب الشاب أحمد والمحمد أتشفاقة وفاصل ونتابع معكم مشاهدينا الكرام عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الخاصة المتعلقة بالتنمية الحيوانية والزراعة قبل ذلك نبقى مع هذا التقرير من مساحات شاسعة وكثبان ثابتة ونمو نباتي جاف تتكون ولاية البراكنة على المستوى الطبوغرافي كما تعتبر منطقة زراعية ورعوية بالرغم من الظروف المناخية الصعبة كما تحتضن 300 ألف نسمة وبمعدل كثافة سكانية قدرها 9.2% للكيلومتر المربع الواحد تتكون على المستوى الإداري والسكاني من 5 مقاطعات و 21 بلدية يستفيد سكانها من خدمات مراكز صحية ما بين المستشفى الرئيسي ونقاط صحية متفرقة في أرجاء الولاية مركز الاستطباب بعاصمة الولاية ألاج يضم عدة أقسام للعلاج وأخرى للتشخيص والأشعة فضلا عن أقسام أخرى حديثة الإنشاء ويشكل المركز حلا للمرضى المتداولين ممن اعتادوا السفر إلى نواكشوط طلبا للعلاج بالنسبة لنقاط الصحية بالولاية هون المستشفى مستقل عنها إلا أن الولاية فيها 5 مراكز صحية في مقاطعات الخمسة اللي هو ألاج ومقطع العجار وهوبي وبابا بي ومباي وفي عدة نقاط صحية في كل بليدة في كثافة من السكان تزيد على 1000 ساكن
البنى التحتية للولاية تشهد حسب بعض الخبراء تطورا نسبيا في ظل وجود مشاريع إنشاء وتعمير لعدة منشآت، سواء ما تعلق منها بالملعب الرياضي بضواحي ألاج والذي من المتوقع أن تنتهي أشغال بنائه في أمد قريب. الدور البلدي على مستوى ألاج والمتمثل في عدة خدمات مناطة بعاتق البلدية يشكل محورا مفصليا هاما في ظل تعاقب الأمد والطواقم البلدية المنتخبة. ومجال النظافة وهي الأهم، هذا البلدية قامت بعدة تجارب هون في مجال جمع القمامات المنزلية وحملها إلى المكب الرئيس. تعودوا هون شفتوا هلت مكبات بروفيزوار، نقول لهم مكبات بروفيزوار مثلا لا يعقبوا الجوم لأنهم دارينهم احنا، وذوك المكبات الثلاثة لا يستخدم ذاك يجمع ويجمع شغل المكب الرئيس اللي يبعد 7 كيلوات من هون. الله، رغم ما تتحدث عنه البلدية من ميزانية صرفت وتصرف على مكبات النفايات، إلا أن ما تراه العين منها في مدخل المدينة وضواحيها يشكل عائقا في وجه التنمية حسب المنمين، وإن كانت التنمية بشقيها إحدى ركائز اقتصاد البراكنة. معي في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام الأستاذ الصحفي أيوب والأحمد، صحفي و ابن من أبناء هذه الولاية، ومعي أيضا في اليسار الصحفي والمهتم بالشؤون الاقتصادية الأستاذ أحمد سالم واللمين. مرحبا بكما. بداية علينا نبدو معك الأستاذ أحمد سالم واللمين، نظرا لكون الولاية تقع في منطقة سهلية، ما مدى الاستفادة، استفادة الساكنة طبعا الاستفادة المتحصلة عليها من الناحية المتعلقة بالزراعة والتنمية الحيوانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشاكرك وأشاكر أيضا قناة الساحل على هذه البادرة، لأنه بالحقيقة على أنها قناة تتواجد في وسط البلاد وتقول للمواطن في الولايات على أنها تعدل نوع من البرامج، على أنها المواطن أينما كان يتعرف على الأمور التنموية والاقتصادية على مستوى الولايات الوطنية، وأيضا يناقش القضية من وسط الولايات المعنية. لعمري أعلن الرواية على أنها مهمة. فيما يخص سؤالك، معروف على أن ولاية البراكنة على أنها ولاية في وسط البلاد، ولاية أيضا تعتمد على الإنقال التنمية الحيوانية والزراعية، تعتمد على ذلك بشكل كبير. نسبة 100% من اقتصاد هذه الولاية اللي هي ولاية البراكنة يعتمد على الإنقال والزراعة والإنقال التنمية الحيوانية. لينقصوا الاستفادة طبعا الزراعة، نحن عندنا هون على مستوى ولاية البراكنة عندنا عدة بحيرات، عندنا بحيرة تلال، عندنا بحيرة جلوار، وعندنا بحيرة مال. هذه ثلاث بحيرات وهي فيها العديد من الخيرات الزراعية. هذه البحيرات تنحرق، وخاصة على أن الزراعة في المنطقة هون نوعين، لا زراعة عن طريق الأمطار ولا زراعة الخضروات. هذه البحيرات اللي هي تستغل، وبالتالي منتوجها والله المحصول الزراعي في البحيرات لين يستخدم، هذا يودي على أن تخلق الإنقال والاكتفاء ذاتي أولا على مستوى سكان الولاية، ثانيا على المستوى الوطني لأنه يخلق من الإنقال والتصدير ويصدر للأسواق الوطنية، يسوى في نواكشوط ويسوى في الولايات الداخلية، وبالتالي سكان الولاية يعتمدوا على هذا. وراوا على أنهم أيضا مزارعين، ما يقدر تجبر البلد الذين قالوا البراكنة بسرعة عامة هذي يكون مزارعين. فما أيضا نقطة ثانية على أن أيضا عندنا ثلاث مقاطعات من الولاية، مقاطعات هي على الضفة، الذين قالوا الزراعة أيضا يعتمدوا عليه بشكل نسبة 90% إلى ما قلنا 100%، لأنه عندنا بقة وعندنا بابابة وعندنا مبا، هذه مقاطعات على الضفة، هذا عندهم الزراعة متواصلة إلين توفى زراعة فترة الخريف يخلق عندنا نقال الخضروات، وعندهم عامل أساسي يساعدهم فعلا أن الزراعة تعود عندها إنتاج وعود عندها محصول، ياك على أنهم هم يستفادوا منه، ويستفاد منه أيضا المواطن لأنه يخلق تصدير، لأن عندهم مثلا البحر معناته على الإمكانيات متاحة لهم، على أنه تكاليف الماء اللي يسقوا به عندهم نقال أيضا فما خضروات بأشكالها كاملة، أنواع الخضروات كاروت طماطة، عندنا أيضا الذين قالوا مارو، حديقة مارو موجودة والفصل من فصول السنة، خاصة على مستوى مقاطعة الضفة.
ذا يدخل في طالة لنقالوا استفادة المواطن في ولاية البراكنة والله سكان ولاية البراكنة من لنقالوا الزراعة. كان فيم زراعة الفواكه. زين زراعة الفواكه موجودة يقال ما هي ما 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 هي بنسبة مرتفعة. شوي ندور إن شاء الله ونجاوبك على السؤال. يقال خلينا نواصل لك في قضية. عندنا أيضا في على مستوى ألاق. عندنا هون لنقالوا عندنا هون عندنا منيل. منيل هون منطقة الزغلان. هذه معروفة على أنها إلين تعود ينقالك على مستوى هون الولاية على إلين تعود منيل سايل اللي هو معنا حريته صالحة على سكان الولاية سكان مولتان قد يعطيك السنة كاملة هم عايشين في الزراعة والحمد لله هذه السنة بما أن السنة كانت ماطرة على مستوى المولتان قاع بصورة عامة ولاية البراكنة أيضا كانت شهدت تهاطلات مطرية معتبرة لين قالوا الزراعة جميع الأماكن الزراعية الموجودة في المنطقة انحرثت السنة ومنتوج الزراعي موجود وده موجود في الأسواق السوق هون في مرسى تلاق ده موجود فيها الزراعة بأنواعها عندنا اللي قالوا بشنا عندنا اللي قالوا تقليد وعندنا كان اللي قالوا لحدش بأنواعه كاملة نفس الشيء أيضا على مستوى بوق أسواقها أيضا موجودة فيها اللي قالوا ذرة رفيعة اللي هو بشنا هذا التقليد معناته اللي قالوا الزراعة على إن الولاية على إنها موجودة وعلى إنها أيضا هذه السنة الحمد لله على إن كان منتوج موجود وكان أيضا منتوج استفادوا من المواطن وتحس أيضا على المواطن استفاد منه لأنه الأسواق هم موجودة الباتيك لو فيها زراعة والحمد لله هذا المدى زراعة محلي إذا أنه معناته على معنى الاقتصاد يا الله لأنه اقتصاد وهلو واحدة فيه ومهم عنده جاب عليها كان الحصاد فائض لدرجة المتصدر الحمد لله فائض هاي السنة الحصاد فائض والأسواق هم موجود فيه هذا وبس عالم مني فهم متناول الناس كاملة اليوم الناس كاملة في متناول هذا اللي قالوا نتيجة لأنه الفائض خلق وعلى أن المنتوج خلق عاد غير منعكس على السكان بصورة عامة لأنه حد يقول مثلا قد مدة تقليد مثلا ب 500 وب 700 هو اللي يقعد معه خالد يقعد يلحق 1200 ويلحق 1500 700 وتقليد رواية أساسية عند المزارعين وعند هذا فيما يخص السؤال يتعلق بالفواكه ما هي مذكر والله قاع ما هي موجودة ما هي موجودة في الولاية هنا ما كنت حرف فيها الفواكه فهم تجارب وحديثة أيضا فهم تجارب حديثة أعتقد علينا على مستوى بوكة وعندنا اللي قالوا أيضا مزرعة بيلان هي الأخرى مزرعة بيلان توجد فيها أيضا النوع من الفواكه يعتقد لا مزاد في مرحلة تجربية سؤال آخر متعلق بالحيوان الحيوان اللي ينذكر حانيني بس الحيوان من درع شنو هي المنتجات الزراعية اللي تشتهر بها الولاية؟ الولاية معروفة عن اللي قالوا المنتجات الزراعية والله من أبرز تشتهر بها أبرز المنتجات الزراعية اللي تشتهر بها الولاية هو اللي قالوا تقليد واللي قالوا بشنا أسرع أسرع قال هو في شيء أقل من الشيء عند المنطقة وعند المزارعين الكبار في شيء أقل من اللي قالوا تقليد مع يتفاوت فيها معناه انه لين قالوا زرع هو اللي حكمه نسبه 90% من المنتوج بعد الموجود فهم الخضروات كما قلت لك موجوده بكميات معتبره قائمه بالنسبه للزرع مع انه الخضروات هم اللي هون تعاونيات يعدلوها على مستوى القرى قاع لانه لين قالوا الخضروات عاد يستخدم لين قالوا الماء وعن طريق الفصول كامله يعدل فيها مع انه ايضا الولايه كامله المناطق اللي عاد موجود فيها يقال بعد يتم لين قالوا زرع الا من اهم طيب لا نتحول شو الأستاذ أيوب والأحمد أيوب إلى أي حد تساهم تربية المواشي في الرفع من مستوى المعيشة الساكنة في الولاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا فما أن المواشي تخدم الساكنة حتى اللحوم وعنا تفيدهم معيشتهم تفيدهم استدامتهم تفيدهم حتى عنهم يجدوا يعدلوا منها التصدير ويعدلوا منها المنتجات ويعدلوا منها اقتصادهم بالذات ومن ناحية زراعية كما قال الزميل محمد سالم فم ذيك فم بشنة اللي هي المعروفة بالزراعة يعني بشنة تختلف مع شيء يعني ينقالوا القمح عند هون هنا المنطقة عند خارجين جهات معني خاصة عنهم يأكلوا ذلك اللي ينقالوا القمح وجهات أخرين يأكلوا ذلك اللي ينقالوا البشنة يقولوا عن البشنة برد من القمح
ولينا نرجع شوي على 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 التنميه الحيوانيه. التنميه الحيوانيه هذه لبراكنا بالاخص فيها كثافة كبيره. التنميه الحيوانيه تصدرها للمواقف وتصدرها للمواليد وتصدرها للامور كامل بشكل عام، بلد كامل بشكل عام. هذا يخدم الساكنه، يخدم الولايه، يخدم المقاطعه بالاخص، انها تصدر التنميه الحيوانيه واللحوم تصدر الحيوان بحيوان بالاخص، وهذا اللي عم يمشي مفيد للساكنه. شوي ليه على ذكر بعض في إطار السؤال الزميلة أيوب، شفتي براتنا اللي قالوا التنمية الحيوانية اعتماد اقتصاد الأساس على التنمية الحيوانية، قولي لي باش اليوم فلاك والله في أي منطقة جيتي من براتنا مالك اللي جاي المنطقة ما جبرت اللي قالوا مولي أنواعها شوي، عندك اللي قالوا الأغنام وعندك اللي قالوا البقر واللي قالوا البل، معناته التنمية الحيوانية بأشكالها كاملة موجودة هون، والمواطن بسيط ترى عنده قرفة من الغنم والله زوايد من البقر والله زوايد من البل وعايش فيهم الساق، وحتى على النقاع يد بعض الماء من الدشرة يعود عند مربيهم هوك لأنه يستفاد منه، لأنه الصلح، لأنه لاحظوا على نسبة أيضا 50% من 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 سكان المنطقة هون يقدروا يعودوا ما عندهم ما عندهم دخل شهري مثلا، لا يتوقعوا أن يموت الشهر على أنهم يقبلوا فرضتهم. نسبة 50% من السكان اللي عندهم لكن ينقادوا الحيوان، عندهم حيوانهم يعود السمين يقضوا به للسوق، الواحد يقبل شم الغنم يرجع بها حاجة تجي يبيعها في المربط، يبيعها في المربط يشري منها صارته لهلو ويروح بها شهر اهله، وبالتالي هذا هو الاقتصاد هنا معتمدين عليه على سكان الولايه، وهذا هو الخالق. وبالتالي مهم عندهم الصبح اذا تسوي الواحد سؤال بسيط يقول لك انه هو عنده الغنم معناه ما هو محتاج لانه قد يقبلها عنده البقر قد يبيعه مستغني بها مستغني بها معناته، وهذا مولي يحاول يصدره لواكشوط لانه هو فتره الاعياء تقريبا. الاعياء ترى الرجال اللي عندهم الحيوان ينقلوا هون الحيوانات في السيارات وقاعدين بين واكشوط يبيعوا باسعار مرتفعه ويجيبوا عندهم فرضتهم فهمتي، وعاد عندهم دخل ايضا موجود، عاد عندهم يديروا غير قالوا الحش عاد فصل الصيف اللي يستخدموه، والعادهم الحمد لله فصل ما الصيف عاد هم عندهم اللي قالوا حيوانهم مثلا معناه الاقتصاد معتمد على الحيوان لانه يفيدهم وهو مستفاد. فهم نقطة مهمة ما نقدر نمشوا عنها هذا السؤال يكون فهم عندنا ايضا الحيوان في ولاية البراكنة ما كان اهله ما كان عندهم عقلية على انه يستفاد منه. كيفاش؟ كيف البن كي البن مثلا البن الناس كانت تعرف على انها تشرب، الناس تطلعوا الخريف تشربوا ويعود الصيف ترجع الناس للمدن وعاد المدرسة يبقى البن فاهم. اليوم الحمد لله عادهم مصانع للبن هون في الولاية، هون في الولاية ومصنع في البن في قرية علب الجمل هذا، ويتعامل معاه المنمي وبالتالي عاد عندهم دخل مصنع. كيف مصنع للبن مثلا انت اللي تعامل معك عندك مثلا جبت لهم من اللبن عندهم مصنع اللي يجيبوا لهم لترات من اللبن، عندك من الحيوان تحلبوا وتجيبوا لهم فماتيا وهم عندهم الظروف كامله اللي فيه وخلصوا عندك وتعامل معك على الشهريه ويدخلوا لك فرضك شهريه لما كان خالد مصنع للبن تعليب اللبن طبعا المنتوجات الوطنيه للبن هم عليهم كمنمي عليك اللي تتعامل مع الشركه الموجوده وهي في علب الجمل 5 كيلوات من مدينه تلك تتعامل معها مثلا يوميا تجيب لك كميه معتبره من اللبن وبسعر مولي راضيك انت وراضيهم هما لانك تستفاد منه، وكل يوم اللي تجيبوا مثلا ويسجلوا عندهم ويقبضوهم من يموت الشهر اللي يعطوك فرضتهم فرضتهم يعطوك هيك الشهر كاش فهمتي معك الصبح الحيوان الناس ما كانت مستفاده منه هذا مهم الناس ما كانت مستفاده منه اليوم عادت مستفاده منه. فما ايضا عندهم عندنا اللي قالوا ايضا الجلود، جلود الناس الحيوان ما كان يستخدم اليوم في مدينه تلاك ويوم اللي نقطه نختار الشر لها لان مهمه عندي لان لاحظ على الجلود الموجوده اللي قالوا الشباب معناه ايضا ساهمت في الحد من اللي قالوا البطاله كيف مثلا عندك مثلا الشباب هون اللي منه عاطل عن اللي منه ما قدر المولان على ان عنده مستوى ثقافي ذاك وقد عاد وياك على انه يحارب اللي قالوا الكسل ويحارب اللي قالوا الاتكاليه ويحارب اللي قالوا الاعتماد على الغير، عاد واحد يبيع هون الجلود مثلا يجيك انت تعودي تربحي الغنم مثلا يقبضها عندك الجلود ويعلبهم هون ويلومهم هون في مدينه تلك موجود يعلب الجلود حق يعودوا صالحين جلود صالحين وموجودين وموجودين في مدينه تلك والقائم عليهم ايضا لا الشباب ذي رواية مهمة ولا أيضا يساهم في رفع المستوى الاقتصادي لأن أحد الجلود لكن نذبحوها ونشطوها عنا في المبدية تجبري
في الشوارع اليوم ما تلم عندك تجيب للشارع وحتى نعات تلك قاع بناء الأسرة لا يتربح يجيب واحد يعرف يمشي يبيعوا 200 و300 لدليل يضع علينا الجنود علينها عادت مستخدمة وعاد تدر عليها لها اقتصادية تستخدم لي الجنود كانت تستخدمهم الولاية هون والله تصدر تصدرهم للواكشور وما يعدل منهم كما تعرف يعدل منهم يعدل منهم القرب يعدل منهم الأمور التقليدية كاملة فما يضع نقطة ثانية في إطار اللي قالوا زراعة اليوم الحمد لله توقفوا معك شوي لأن تحولوا شورا أستاذ أيوب من درى الوسائل الأساليب التقليدية القديمة في الزراعة كانها ما زالت مستخدمة برك والله طغات عليها الوسائل الحديثة أكيد بالفعل ما زالت مستخدمة ذيك وسائل تقليدية وأصيلة ما من المفترض قاع من الساكنة والله مرتان بشكل عام تمشي عنها لها ذيك أصالة تراثية وبالفعل ما زالت تستخدم لحد الآن تذكر منها خارج منها اللي قالوا أواجي وذي الرواية شينجال وحاجدي ذي اللي يعدل به جبي عندك صواطة عندي صواطة وعند يوصل من الوسائل التقليدية اللي مازالت موجودة ومازالت تستخدم لحد الآن حتى عن قال نظرا ثم وسائل بديلة مستحدثة ما هي أسرع وأشبه من الوسائل تقد من ناحية تقعد الساكنة ما تعرف الاستخدام للوسائل الجديدة بالتالي تشبه عنده وصر عنده به اللي طبت عليها ومن من 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 المعقول يا الله تعود الساكنة تختار الرواية تعود أسرع لها يا فارس الساكنة عندها مازالت عندها حضارة مازالت عندها ثقافة تخص بها هي اللي قاع حرصت على التمدوم وتمسك ذو كل وسائل اللي قديمين اللي هم اللي يعرفوا بهم يعرفوا استخدامهم. مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم خطوة إلى الداخل. أشكر ضيوف هذه الفقرة الأستاذ أحمد سالم واللمين الصحفي ومهتم بالشؤون الاقتصادية والأستاذ الصحفي أيوب واللحمد كما أشكر الضيوف الذين سبقوهم وأشكر الحضور الذي يتواجد معنا هنا في القاعة كما أشكر فريق العمل الذي واكبني في إعداد هذه الحلقة أشكركم جميعا وإلى اللقاء.